وقدمنا مساعدة ثابتة في مواجهة صعبة بين بلدان أفريقيا والدير الاستعماري. للأسف بعض مظاهر الاستعمار ما زالت موجودة حتى الآن، وتستغلها الدول الاستعمارية السابقة بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والإعلامية والإنسانية. روسيا تتذكر وتكرم ذكرى الأبناء البارزين لإفريقيا، منهم باتريس لومومبا وجمال عبد الناصر ونيلسون مانديلا وأحمد بن بيلا وعمر المختار وكواما نكرومة وسامورا ماشل وليوبولد سنغور وكينيث كاوندا وجوليوس نيرير. ونحن ما زلنا نتذكر ونكرم المناضلين الأفارقة الآخرين من أجل الحرية والزعماء الوطنيين. فبالاستناد إلى مبادئ العدالة والمساواة دفع هؤلاء عن طريق مستقل للتنمية وفي حالات كثيرة بثمن حياتهم. إن هذه المثل للحرية والاستقلال السيادة مهمة جدا الآن في الظروف الصعبة الأخيرة للهزات الدولية، عندما يستمر تشكيل نظام متعدد الأقطاب وعقد زعامة دولة أو مجموعة من الدول فتذهب إلى الماضي بدون مقاومة أولئك الذين تعودوا على سيطرتهم على الشؤون الدولية. لذلك ليس من قبيل الصدفة أن القمة الثانية روسيا أفريقيا تجري تحت الشعار من أجل السلام والأمن والتنمية، وتركز ليس فقط على مسائل توسيع التعاون الاستراتيجي الروسي الأفريقي، بل وكذلك على محاور أخرى منها الاستقرار العالمي والإقليمي وتوطيد التنمية للقارة وتوطيد سيادة الدول الإفريقية. روسيا والدول الإفريقية تدعو وتقف معا من أجل بناء هندسة جديدة أكثر عدلا للنظام العالمي، وتزود بجهود مشتركة عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتنسق مواقفها من أهم المسائل الأجندة الدولية. مواقفها قريبة أو متشابهة يدل على ذلك الأحكام الرئيسية للبيان السياسي الذي تم إعداده للموافقة عليها في هذه القمة. ويتسع التعاون الروسي الإفريقي لمواجهة خطر الإرهاب. نحن نعمل ضد استغلال موضوع المناخ وحماية حقوق الإنسان وما يسمى بالأجندة الأجناس لأغراض سياسية غير لائقة. نحن لا نقبل عقوبات وحيدة الجانب وغير ذلك من الإشارات التي تلحق الضرر بدول التي تمارس النهج المستقل. لا يمكننا أن نوافق على استبدال القانون الدولي بما يسمى بنظام قائم على القواعد، حيث أن الغرب هو الذي أعلنها وهو الذي يعيد النظر فيها ويغيرها لمصالحه صالحها الخاصة. وأهم شيء أن روسيا وإفريقيا تربطهما سعي فطري للدفاع عن السيادة الحقيقية والحق في طريقها الأصيل للتنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. مثل هذا السعي للاستقلال والسيادة لا يعني العزلة الذاتية، بل يقصد به الانفتاح والتعاون بين الدول والشعوب الحرة الدول المتكافئة في حقوقها. إن السيادة ليس بحالة تم تحقيقها مرة واحدة، لابد من النضال من أجلها. أود أن أذكركم بما قاله نيلسون مانديلا.
مانديلا لا تحكم علي انطلاقا من نجاحاتي، بل احكم علي بكون كم مرة كنت أسقط وأنهض من جديد. نفس الشيء ينطبق على سيادة الدولة، لابد من الدفاع عنها، ولابد أن يكون هناك صمود ورفض التنازل تحت الضغوط الخارجية والمشاركة في تشكيل نظام متعدد الأقطاب القائم على مساواة الدول وروسيا وأفريقيا المتضامنة مع بعضها البعض. أود الإشارة إلى أن القارة الإفريقية تصبح مركزا جديدا للقوى، يتزايد دورها السياسي والاقتصادي، ويجب على الجميع أن يأخذوا بعين الاعتبار هذا الواقع الدولي. إذا أخذنا على سبيل المثال مبادرة عدد من الدول الإفريقية حول التسوية الأوكرانية، إنها مسألة حادة ملحة، وهذا يدل على أشياء كثيرة، لأن أي مهام وبعثات الوساطة كانت تسيطر عليها بلدان ذات ما يسمى بالديمقراطية المتطورة. أما الآن فإن إفريقيا على استعداد لحل القضايا التي يعني تتواجد كما يبدو من أول وهلة حول أو خارج مصالح حول خارج منطقة مصالح. تتزايد سمعة المنظمات الإفريقية الإقليمية، وبالدرجة الأولى الاتحاد الإفريقي. روسيا دعمت مبادرة منح الاتحاد الإفريقي مكانة في مجموعة الـ20، وكان ذلك قرارا صحيحا يعكس الواقع وتوازن القوى في العالم المعاصر. نحن منفتحون للتعاون مع منظمات تكاملية إقليمية أخرى. عقدنا يوم أمس لقاء خاصا مع قيادتها، طرحنا مبادرة بشأن إقامة التعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمنطقة الإفريقية للتجارة الحرة. وطبعا نحن نؤيد سعي الدول الإفريقية للمشاركة على نطاق واسع في نشاط منظمة الأمم المتحدة، ونحن نرى موقفا فعالا في هذا الاتجاه من قبل الاتحاد الإفريقي. نحن على استعداد لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل الأفارقة في مؤسسات الأمم المتحدة، بما في ذلك في سياق إصلاح مجلس الأمن الدولي. ونعتقد أن الوقت قد حان لتصحيح غياب العدالة تاريخيا تجاه القارة الإفريقية. الزملاء الكرام، لابد من أن نعترف بأن الوضع في العديد من المناطق الإفريقية ما زال غير مستقر. لم يتم تسوية النزاعات والصراعات القومية والإثنية، تبقى حتى الآن الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي بمثابة ورثة للنظام الاستعماري ونهج فرق تسد، وتعرقل تطور القارة كل من الإرهاب ونشر التطرف والقرصنة والجريمة المنظمة. روسيا تهتم بالتعاون الوثيق بين هيئات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية الخاصة لروسيا وبلدان إفريقيا. إننا نعتزم أن نقوم في المستقبل أيضا بتدريب العسكريين وموظفي هيئات إنفاذ القانون للدول الإفريقية في المؤسسات التعليمية الروسية. إننا نطور الشراكة في المجالات العسكرية والتقنية. لقد عقدت روسيا اتفاقيات التعاون العسكرية التقني مع أكثر من 40 دولة إفريقية، نزودها بأسلحة وعتاد، والجزء من هذه التمويلات يأتي على أساس
مجانية. زملاء الأفارقة يشاركون في المنتديات العسكرية التقنية وفي التدريبات التي تقوم بها روسيا، حيث يطلعون على نماذج الأسلحة والعتاد الحربي وتجربة استخدامها. اهتمام روسيا بأفريقيا يتزايد باستمرار، ما يتمثل في خططنا لزيادة الحضور الدبلوماسي في القارة. نحن على استعداد لإحياء أو فتح المزيد من المؤسسات الروسية في الخارج، وكذلك زيادة ملاك الموظفين في عدد من السفارات القائمة الآن، وكذلك لتوسيع الصلات في المجالات الإنسانية والثقافية والسياحية. سوف تعود إلى نشاطها قريبا سفارتان روسيتان في كل من بوركينا فاسو وفاسو وغينيا الاستوائية. نخطط لتوسيع شبكة المراكز الروسية للعلوم والثقافة، وفي القريب العاجل سوف تظهر هذه المراكز في عدد من بلدان أخرى، ونحن سنرحب بخطوات مماثلة من قبل أصدقائنا الأفارقة. أيها الأصدقاء الأعزاء، الآن بالطبع تطرق باختصار إلى التعاون الاقتصادي والإنساني مع أفريقيا. القمة التي جرت يوم أمس تدل على أن روسيا والبلدان الأفريقية تريد توطيد التعاون في هذه المجالات. وطبعا لدى رجال أعمالنا ما يتقدم به ويعرض على زملائهم المحترمين من أفريقيا. التبادل التجاري مع أفريقيا يتزايد باستمرار، وهذا المؤشر يعتبر بمثابة هدف لابد أن ندعم النصب أعيننا. فزيادة التبادل التجاري وتنويعها سوف يساعد على ذلك الانتقال والتحول في المعاملات إلى عملات محلية. ونحن ندرك أهمية بالغة لتزويد البلدان الأفريقية بالمواد الغذائية لدعم الاستقرار السياسي. ومن هنا فإن المزيد من إمدادات الحبوب إلى أفريقيا. في العام الماضي تم إرسال 11.5 مليون طن، وفي خلال النصف الأول من السنة الجارية 10 ملايين طن آخر. وهذا بالرغم من العقوبات غير الشرعية والتي تعقد توريد الغذاء الروسي. أود الإشارة مرة أخرى إلى أنكم يمكن أن تكونوا على ثقة بأن روسيا سوف تبقى موردا موثوقا للمنتجات الزراعية. سوف نورد حبوبنا وغيرها من أنواع الغذاء على أساس مجاني في إطار البرنامج الغذائي للأمم المتحدة. يوم أمس أعلن أننا سوف نورد 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب خلال الأشهر الثلاثة القادمة لكل من الدول الأفريقية الست على أساس مجانية، والتي تعقد توريد الغذاء الروسي. أود الإشارة مرة أخرى إلى أنكم يمكن أن تكونوا على ثقة بأن روسيا سوف تبقى موردا موثوقا للمنتجات الزراعية. سوف نورد حبوبنا وغيرها من أنواع الغذاء على أساس مجاني في إطار البرنامج الغذائي للأمم المتحدة. يوم أمس أعلن أننا سوف نورد 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب خلال الأشهر الثلاثة القادمة لكل من الدول الإفريقية الست على أساس مجانية،
Но فسوف ندعم الدول الإفريقية في إنشاء فروع حديثة للإنتاج والقطاع الزراعي. فمثلا في الفترة ما بين 2020-2023 تم تحقيق 11 عمل إنسانيا في 10 بلدان إفريقية. لقد كنا أوائل من مد يد العون إلى دول القارة في أثناء تفشي جائرة كورونا، ونقلنا إليها الملايين من المختبرات الطبية. روسيا تشارك أيضا في الجهود المبذولة من أجل تخفيف أعباء الديون المستحقة على البلدان الإفريقية، فمجموع الديون المشطوبة من قبلنا يبلغ 23 مليار دولار. كما أننا سوف نخصص أكثر من 90 مليون دولار لنفس الأهداف. وفي ختام كلمتي أود الإشارة مرة أخرى إلى أننا مستعدين جنبا إلى جنب مع دول والأصدقاء الأفارقة أن نعمل من أجل المستقبل وبناء شراكة استراتيجية متبادلة النفع معها. نقيم العلاقات مع كل دولة إفريقية، ونحن نثق بالمستقبل الناجح لهذه العلاقات في عالم متعدد الأقطاب. شكرا على إصغائكم. شكرا جزيلا. اسمحوا لي أن أفسح المجال للتحدث لرئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس اتحاد جزر القمر أزالي السوماني، فليتفضل مشكورا. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، أصحاب الفخامة، سيداتي وسادتي رؤساء الدول، السيد صفاكي موسافاكي رئيس الاتحاد الإفريقي، السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد الرئيس على منحي الكلمة الآن. أود أن أشكركم على حسن الاستقبال، وأشكركم على استقبالكم لنا اليوم في هذه القمة. نحن نقيم عاليا حفلة العشاء التي أحييتموها يوم أمس. كانت حفلة باهرة بمصاحبة فنية رائعة. هذا ما دل على جمال مدينة سان بطرسبورغ وتقاليدها الثقافية. أود أن أشير مرة أخرى إلى التعاون الفعال بين قارتنا وبلادكم. لدينا عناصر يعملون بشكل نشيط والخلاق. يوم أمس تأكد كل ذلك أثناء عملنا الذي جرى وسط أجواء إيجابية جدا، ما أدى إلى توقيع على العديد من الاتفاقيات، الأمر الذي سوف يؤثر إيجابيا على التعاون بيننا. شراكتنا لها مستقبل باهر، لا سيما إذا جذبنا بشكل فعال في هذا العمل الشباب والنساء. ونحن علينا أن نساعدهم في ذلك ونعلمهم قيم الأعمال، ما سوف يؤدي إلى تحسين الأجواء التجارية والمبادرات
الكفيلة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية، الشباب الإفريقي ومشاريع ستارت أب والمشاريع المشتركة، كما يجري العمل بشكل فعال في مجال الدراسات والعلوم بالرغم من نقص التمويل. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أولوياتنا وخطة 2063 للاتحاد الإفريقي، وهذا سوف يساعد على النمو الاقتصادي المستدام في روسيا الاتحادية والاتحاد الإفريقي. والاتحاد الإفريقي منهمك في عملية التحول الاقتصادي، فروسيا طبعا ستشارك في الاستثمار في القارة الأفريقية وستستفيد من مواردنا الطائلة. نحن نسعى إلى بناء أفريقيا اقتصادية اجتماعية متكاملة مع باقي أنحاء العالم، وبطبيعة الحال لابد من يتطور التجارة والاستثمارات لدينا مراعاة للأهداف التي حددناها. وبطبيعة الحال ما يخص التكنولوجيا الرقمية، ففي هذا المجال أحرزت روسيا تقدما ملحوظا، فعلينا أن نهيئ موارد بشرية للعمل في هذا المجال كي نعزز ونحافظ على التنمية المستدامة بإشراك جماهير الشباب. وفيما يخص السلام والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان، فنحن نقيم عاليا شركائنا في الخارج، ولكن في نفس الوقت نطلب من الآخرين ألا يتدخلوا في شؤوننا الداخلية، ونناضل ضد التخيرات غير الشرعية، لأن الأشياء التي أحيانا تحدث في قاراتنا لا تصب في مصلحة دولنا. نحن كالاتحاد الإفريقي ندين الانقلاب في النيجر الذي طرأ حديثا، وننضم في ذلك إلى المجتمع الدولي. أود أن أقول عدة كلمات عن التعاون الثنائي بين جزر القمر وروسيا وفي الثمانينيات في أيام الاتحاد السوفيتي، فإن جزر القمر حصلت على فرصة لتدريب مئات الطلبة في جامعات الاتحاد السوفيتي، والحين هذه وهؤلاء الكوادر يحتلون مناصب مهمة في مؤسساتنا وهيئاتنا الحكومية وفي الأوساط العملية. فبعضهم هؤلاء الشباب هم جزء من وفدي، هم مترجمون، ولذلك نحن نشكر روسيا آنذاك الاتحاد السوفيتي على التعاون الوثيق والمثمر. فإنني على يقين من أن جميع شركائي متواجدين في هذه القاعة شاكرين لروسيا وينوون إلى تكثيف التعاون مع روسيا الاتحادية. لذلك نحن أيضا نتمنى أن الأزمة الروسية الأوكرانية التي تؤثر علينا ستحل. شكرا لكم فخامة الرئيس، وأنا أعتقد بأن الاجتماع كان مثمرا ومأدوبة العشاء. أتمنى أعجب الجميع. نحن كنا نريد نشير إلى غنى الثقافة الروسية والترابط بين الثقافة الروسية والأفريقية كمان، وأتوقع أن المرحلة والمحطة الأخيرة للفعاليات أمس كانت جيدة وشيقة. وشكرا لكم على كلمتكم، فأريد أن أشير
إلى ملف الشباب. هذا الموضوع حساس والله، والشباب على فارقة موهوبون، والكثير من الموجودين في القاعة هنا طلقوا علوما في الاتحاد السوفيتي وفي روسيا، والكثير منهم يجيدون اللغة الروسية، فذلك يدل على جودة ونوعية الموارد البشرية الإفريقية. فشكرا لكم. أنا أنقل الكلمة إلى فخامة الرئيس للفترة الانتقالية للبوركينا فاسو سيد إبراهيم تراوري. يا فخامة الرئيس السيد فلاديمير بوتين، أيها أصدقاء الكرام، يا فخامة الرئيس الاتحاد الأفريقي، يا قادة الدول، رؤساء الحكومات، رؤساء الوفود، لي الشرف أن أتوجه بخطابي اليوم وأنقل إليكم التحيات من شعبي إليكم. قبل كل شيء أريد أن أشكر ربنا على أنه سمحنا بهذه الفرصة، أعطاناها لعقد الاجتماع اليوم ولفرصة مناقشة مستقبل شعوبنا. أريد أن أعتذر على الزملاء إذا أنا أسأت في سابق إليكم بشيء بأي تصرفات. نحن دائما نحترم الشيوخ، ولكن أريد أن أقول أنه جيل الشباب دائما يعاني من مشكلة، أنه عادة لا يحصل على أجوبة الضرورية للأسئلة يطرحه. فلدينا تاريخ مشترك مع روسيا. روسيا قدمت تضحيات كبيرة لتحرير أوروبا في أيام الحرب العالمية الثانية من النازية، فلذلك لدينا تاريخ مشترك. نستطيع حتى نقول إن عادة أو أحيانا نحن الشعوب في إفريقيا إلى حد ما منسية في الكتب، في الأفلام، في التاريخ. لذلك نحن نشكر روسيا لأنها دائما تتذكر بدور إفريقي ودور شعوبها. اليوم نحن هنا لمناقشة المستقبل، كيف ستكون الأوضاع في ذلك المستقبل. لدينا أبعاد وأفاق مشتركة واعدة، وأنا أتمنى بهذه القيمة ستمكننا من إقرار منظومة العالمية العادلة وإقامة جسور التعاون بين دولنا. أنا أحيانا لا أفهم كيف إفريقيا التي تملك الكثير من المياه، من الشمس، من الأراضي الخصبة، تعتبر اليوم قارة فقيرة. كيف مضطرين إلى طلب المساعدة من الخارج؟ نحن نطرح هذه الأسئلة ولكن لا نحصل على أجوبة. لذلك نعتزم على إقامة الاتصالات والشراكات من أجل تنمية دولنا. وأنا أتحدث باسم جيلي الشباب، أقول لكم إننا أحيانا مضطرين إلى عبور المحيطات أو أبحار كي نصل إلى الأطراف الأخرى في العالم من أجل حياة أفضل. ونحن في بوركينا فاسو على امتداد 8 سنوات نواجه ممارسات استعمارية الحديثة، يفرضون من الخارج علينا العبودية الجديدة، علمونا بأن الشخص اللي لا يستطيع أن يعتصم، أن يناضل من أجل مستقبله لا يجدر بالإشادة. لذلك نحن متعودين على الكفاح من أجل وطننا، من أجل الدفاع عنه. لذلك
اتخذنا السلاح من أجل مكافحة الإرهاب لحماية دولتنا. نحن مستغربون من أن الإمبراليون الذين يسمون بعض الفصائل غير الشرعية المسلحة بالمعارضات يقولون أنهم وطنيون. وعلى سبيل المثال عندما لجأ جدي في أيامه إلى السلاح كان ذلك ضد رغبتي. لم نريد أبدا أن نخوض المعارك أو نستخدم السلاح، أحيانا مضطرين إلى ذلك. المشكلة أنه أحيانا قادة بعض الدول الأفريقية لا تعطي الشيء الكافي لضمان حياة جيدة لبعض الشعوب التي تريد مكافحة الإمبرالية والاستعمارية الحديثة. يجب على قادة الدول الأفريقية ألا يتصرفوا كدمية في أيدي الإمبراليين والمستعمرين. فأنقل أيضا خطابا وأتوجه إلى قادة الدول الأفريقية، علينا أن نضمن الاكتفاء الذاتي لشعوبنا لدولنا، نعالج مشكلة النقص في الغذاء، نلبي كافة احتياجات لشعوبنا. ها هي الأولوية بالنسبة لنا. أريد أن أقول أننا علينا أن نحترم شعوبنا التي تناضل ضد الاستعمارية. فحي شعوبنا، حي شعوبنا الأفريقية، ونصر للشعوب الأفريقية. شكرا لكم يا سيد Трауре. Только что выступивший коллега сказал о роли России в борьбе с нацизмом. Она кем-то пытается быть затушевана, забывается. في بعض الأطراف ينسى إفريقيا، ينسى النضال ضد الاستعمارية، ولكن أذكركم بأنه آنذاك كان هناك نضال ضد الاستعمارية في إفريقيا، وهناك كان نضال لدينا في الاتحاد السوفيتي ضد النازية. فتعبا هذا النضال يجري من أجل مصلحة العالم كله، لأنه يحسن الاتصالات المترابطة بين الدول، يهيل الأوضاع. ولذلك أنا أتفق مع سيد تراوري بهذا الصدد. هذا شبيه لما حدث في الاتحاد السوفيتي وفي روسيا في نضاله، ومع يحدث اليوم في نضال إفريقيا من أجل الاستقلال الحقيقي. فشرف لي أن أنقل الكلمة إلى فخامة الرئيس جمهورية كاميرون بول بيا. تفضلوا يا فخامة الرئيس. Monsieur le président de la Fédération de Russie. فخامة رئيس روسيا الاتحادية. Permettez-moi tout d'abord. اسمحوا لي قبل كل شيء أن أعبر عن شكري وعن شكر وفدي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والمعاملة الشقيقة التي تمتعنا بها في مدينة سان بطرسبورغ. أود في نفس الوقت أن أتقدم بعبارات الشكر من كافة الدول الأفريقية وشعوبها على تنظيم
قمتنا من شأنها توطيد وتعزيز التفاهم بين إفريقيا وروسيا الاتحادية. ربما البعض يستغرب من الاهتمام الذي تلهي روسيا بإفريقيا، فيجب أن أقول بهذا الصدد، كل واحد يعرف ذلك، أن في الستينيات القرن الماضي نحن حصلنا على الاستقلال نتاج النضال والصراع الطويل، وأنذاك الاتحاد السوفيتي قدم معونة صريحة وكبيرة، فنود أن نشكر بلدكم العظيم على هذا الدعم. فإن قمتنا اليوم مكرسة للتعاون، فذلك التعاون دائما يأتي بالثمار لإفريقيا. اليوم العالم يواجه الكثير من التحديات، الجفاف، الأزمة الاقتصادية، ضف إلي ذلك جائحة كورونا، فهذه الصفحة الجديدة في تاريخنا المشترك. ولكن نحن لا ننسى المسائل الأخرى الاقتصادية بما في ذلك التضخم، ووجها لوجه أمام هذه المشاكل نحن ندعى إلى التعاون الذي دائما كانت روسيا تهتم به مع دول إفريقيا، ونحن على يقين من أن باستطاعتنا أن نتقدم بحلول المناسبة لجميع شعوبنا. هناك في إفريقيا أكثر من 1.1 مليار نسمة، ولكن تمثيلنا في المستوى العالمي ليس في محله وعلى مستوى الكافي. نحن بهذا الصدد نتمنى دعم الروسي في تصحيح هذا الوضع، لأن هذا الوضع صراحة غير عادل لو ما. فأريد أن أشير إلى أن مشكلة التنمية في بلداننا حادة، الأزمة الحالية دهورت الأوضاع، ومثل ما حدث في السابق نحن نتمنى أن روسيا ستجد الفرص المالية بما في ذلك لدعم إفريقيا. نحن نود أن يكون هناك التوجه إلى صندوق النقد الدولي أو إلى مؤسسات مالية دولية أخرى لتقديم الدعم للقارة الإفريقية في حالة أزماتها، كما علينا نتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومعالجة المسائل الأمنية. روسيا تقدم دعما للدول الكثيرة في مكافحة الإرهاب، وأفريقيا اليوم تواجه نفس المشاكل، وأيضا طيفا واسعا من القضايا والمشاكل الأخرى. وأنا أتمنى بأننا سنسير كتفا إلى الكتف، جنبا إلى جانب، في طريق مشترك ونمضي قدما. لن أذهب في جميع التفاصيل، ولكن أريد أن أغتنم هذه الفرصة من جديد كي أعبر عن شكري لروسيا الاتحادية وقياداتها على دعم للدول الأفريقية في معالجة القضايا الاقتصادية. فطلبتنا يتلقون علوما في الجامعات الروسية، هم يعودون إلى بلدانهم بعلوم وشهادات، فأشكر على ذلك روسيا. كما أتمنى بأن نتاج قمتنا اليوم ستتقوى الاتصالات بين روسيا وإفريقيا، وشكرا لكم. Уважаемый коллега сказал, что я, фахамет Раис, шукран лаком.
هو قال أن البعض يستغرب من الاهتمام المتزايد لروسيا بأفريقيا، وأنا أعتقد بأنه هذا ممكن ليس استغراب بل الحظر، فيستغربون البعض أن روسيا في المحطات السابقة أولت اهتماما غير كافيا بأفريقيا. لدينا خبرة طائلة وواسعة ادخرناها على امتداد العقود، لذلك في بعض الأحيان لم نولي اهتمام كافي بإفريقيا، ولكن مراعاة للقدرات المتاحة الحين ومراعاة لنجاحات خرزناها أشواط قطعناها، نحن نستطيع أن نستأنف تعاوننا، وأنا أتمنى بأن عملنا المشترك سيستمر ونحن نتخذ الخطوات صوب ذلك. فأنا ألقي القلم إلى فخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى. Merci. Excellence, monsieur. شكرا جزيلا يا صاحب يا صاحب الرئاسة الرئيس بوتين رئيس روسيا الفيدرالية. أيها السيد المحترم الرئيس الاتحاد الأفريقي، سيداتي وسادتي، فإنني أتكلم الآن نيابة عن جمهورية وسط أفريقيا، وحيث أتحدث في الجلسة العامة الندوة الثانية لقمة روسيا وإفريقيا، فبودي أن أشكر روسيا الفيدرالية على عزمها في تأييدها لإفريقيا في نضالاتها من أجل السيادة ومن أجل حقوقنا المسجلة في دستور الأمم المتحدة. فبودي أن أشكر السيد الرئيس لروسيا الفيدرالية وروسيا حكومة وشعبا على إتقان تنظيم ندوتنا والتعاون مع إفريقيا بالرغم من الصعوبات الجيوسياسية والمناخية والطاقية. فبلادنا وسط إفريقيا أو جمهورية وسط إفريقيا تتمتع بمعونة روسيا، فعلاقاتنا وعلاقات الصداقة إنما اكتسبت مستوى الأعلى للصداقة، فإنها العلاقات العليا الممكنة. فروسيا وإنها لا تبالي من أي مشاكل جيوسياسية، تقدم معونة لبلادنا وخاصة لقواتنا المسلحة وقوات أمننا في نضالاتها ضد المنظمات الإرهابية التي إن صح التعبير في سنة 21 هاجموا عاصمة بلادنا مدينة بانجيفا بين شعوبنا، وقد أقيمت العلاقات التي تمكنت من إنقاذ الديمقراطية في بلادنا، فإننا عقدنا الانتخابات الديمقراطية الحرة، فتجنبنا النشوب الحرب الأهلية الجديدة الكارثية. فنيابة عن بلادي حكومة وشعبا فاسمحوا لي بأن أعبر لامتناننا وشكرنا للحكومة الروسية والشعب الروسي على ما تقدم من التأييد، وذلك حيث إننا نمر بسبب ذلك إلى الازدهار والمزيد والتطور. فهناك الكثير من الوعود، فإننا نشاهد حاليا أزمة مناخية وغذائية، فإفريقيا تبحث
عن إحال شركاء الاقتصاديين والسياسيين الأمنين ونسعى إلى التعاون ذي المنفعة المتبادلة. فجمهوريتنا ولمدة طويلة كانت تعيش في ظروف الخضوع وظروف العبء الاستعماري. ففي سنة 94 فإننا دخلنا المرحلة الجديدة، فإننا ننوع علاقاتنا الاقتصادية والدبلوماسية ونقيم العلاقات بما نشاء. فهذه الندوة التي يشمل أيضا على العنصر الإنساني الهام إنما عبارة عن الإمكانية بالنسبة لنا بأن نكافح هيمنة بعض المشاركين في العلاقات الدولية. ففي إطار التعاون التجددي مع روسيا إننا نبحث عن الحلول المستديمة الهامة بالنسبة لنا. سيداتي وسادتي، فبلادنا ومعادنها إنما وطبيعتها إنما فغناء عظيم إنما فهذه الثروة لا تستفاد بالصورة الكافية. فالعبء الاستعماري لا يزال يذكر بوقوعه. فنحن ندعو كافة بلدان وشعوب العالم إلى التعاون المتبادل في إطار المنظومة العالمية على أساس دستور الأمم المتحدة. فبودنا بأن تتجسد مثلنا العليا بغية التطور المتجانس والسلم والأمن. فشكرا لكم على تأييدكم العلي لعلاقاتنا القائمة بيننا. فإن هذه المستوى فسنحتفظ به في المحاور الأساسية، إنما فلا بد وأن نخرج أكثر من ذلك. فعندنا إمكانيات كثيرة، فنحن سنحقق ذلك بلا شك ولا ريب. فالآن اسمحوا لي بأن أفتح المجال للسيد رئيس جمهورية أوغندا فليتفضل. يا صاحب الرئاسة الرئيس بوتين، يا أصحاب الرئاسة للدول الإفريقية، فالشعب الأوغندي يقرئ لكم السلام وأفضل التمنيات. فعندي إمكانية ممتازة للمشاركة في مختلف الفعاليات على مدى السنوات 60 الأخيرة في سبيل الإدراك لصعوباتنا التي نواجهها. يجب القول بأنه قبل سنة 1900 كانت إفريقيا مستعمرة طويلة تماما مع إثيوبيا. فهذا الاستعمار قد ختم مدة 500 سنة لتجارة البشر. فقد تعرضت آسيا والهند والصين والبورما والفلبين وملاشيا للاستعمار أيضا وما إلى ذلك. هذا فإبادة وإخداع الشعوب الأصيلة الأمريكية أيضا تجد نفسها في هذا الإطار. فمثل هذا الاستعمار وتجارة البشر وغيرها من الجرائم جعلت الشعوب المستعمرة بأن تباشر بالكفاح في سبيل التحرر. وقد ابتدأ ذلك في أمريكا وفي البادمة، فإنها كانت الخطوة الأولى لحركتنا التحررية. ففي سنة
1912 قد أقيم المؤتمر الوطني لجنوب أفريقيا، فإنه كان لم يكن على ما كان عليه في السابق، فكل من أوغندا وتنزانيا وزيمبابوي و هؤلاء أبناء هذه البلاد الذين تزعموا هذه الحركة. فالاتحاد السوفيتي صار شيوعيا في سنة 1919، وفي سنة 1949 صارت الصين شيوعية، فهؤلاء الشيوعيين عرضوا بشدة المنظومة الاستعمارية الإمبريالية. في الختام قد جعل الإمبرياليون يتكافحون فيما بينهم، مما أدى إلى نصب الحربين العالميين الأولى والثانية، فإنهم كانوا يسعون إلى الهيمنة في العالم. فأثناء تلك الحروب أضعفوا أنفسهم، فبسبب ذلك فكل من الهند وباكستان وإندونيسيا قد حصلوا على الاستقلال. ففي كل من فيتنام وكينيا والجزائر وموزمبيق وأنغولا وغيني بيساو وزيمبابوي وناميبيا وجنوب أفريقيا قد فشلوا وانهزموا، ففي البلدان الإمبريالية المستعمرة كان لنا خلفاء، وولف بالمر وغيرهم كانوا معنا في الخندق نفسه، فكانوا يعارضون هذه المنظومة الكاسخة. فهذه هي العوامل التي أدت إلى الانتصار على الاستعمار وأعيدت سيادتنا. فالحركة المضادة للاستعمار في بلاد الشرق والنهضة الشيوعية في كل من الاتحاد السوفيتي والصين وكوريا وكوبا، فالحربين العلمتين هذا الذي قد ساعدنا على الاستقلال. فإذا كان آنذاك آباؤنا بمثابة اللحم المدفع في تلك الحروب، فإنهم كلا يحاربون كلا من الألمان واليابان والفرنسيس وغيرهم. أيضا الحركة الإفريقية التحررية قد نالت التأييد من قبل العضلاء في الدول الإمبريالية من أمثال أولوف بالما وغيرهم من خلفائنا، لذا فإننا مسرورون بأن نجد أنفسنا هنا بروسيا وأن نعبر عن امتناننا للاتحاد السوفيتي وغيره من الدول الاشتراكية لما قد قدموا لنا من المعونة، إنما فكان يترتب علينا بأن نفترق مع الدول المستعمرة السابقة. فحتى الآن نواجه تراث عهد الاستعمار، فقد أحرزنا كوكبة من النجاح، إنما فلا يزال هناك شوط كبير إلى جدا. فالحقيقة يجب القول أن المنتوج الإجمالي الإفريقي يقل عن ما تنتجه كل من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، فمن مثل هذه الحالة قد سببتها التخلفات في الاقتصاد. فإننا شخصناها، فمع إخواننا الأفارقة فإننا نسعى إلى إيجاد حلول. لذلك فخير دليل على ذلك
وضع مال خاص بالقهوة فيشمل على 400 مليار دولار أمريكي، فهذا هو حجم سوق القهوة في العالم. إنما في الدول المنتجة للقهوة في أفريقيا وكولومبيا وفي البرازيل إنما تحل فقط 25 من المليارات في هذه السوق، يعني 460 مليار بالإجمال، إنما في المنتجون يحصلون فقط على 25 مليار. إنما في إفريقيا فتخصها فقط مليارين ونصف مليار من الدولارات، إنما قسطها فقط هذا المبلغ الضئيل. وأما أوغندا ف800 مليون دولار، لأننا ننتج 280 كيسا سنويا. أما ألمانيا التي لا تنتج القهوة فإنها تكسب 6 فاصل، يعني أكثر من جميع الدول الإفريقية. فنحن ناقشنا هذه القضية مع زملائنا الأفارقة، فأشاهد هنا شابا عسكريا فإنه شكل معاصر للعبودية، فلماذا يحدث هكذا؟ فإفريقيا قد وقعت في مأزق، فإننا ننتج الخامات الزراعية والمعدنية إنما لا نماثل الصناعة، فكيلو القهوة الخام يساوي دولارين ونصف، أما القهوة المقلية فيساوي 40 دولارا، فيحقق ذلك خارج إفريقيا. لذا فهذه القيمة الإضافية تنتج خارجنا، فهناك مشاكل أخرى إنما لا نذكرها. أقترح لحلفائنا من أمثال روسيا والصين والهند بأن يقدموا لنا المعونة وأن يشتروا المنتجات جاهزة وليس الخامات، مثلا القهوة المحضرة والنسيج والصلب بدلا من خامات الحديد. فعندنا توجد عندنا كلمة تفتري يعني خام الحديد، وأيضا البطاريات الكهربائية بدلا من ليتيوم. فبعض المشاكل التي نتجاوزها في إفريقيا وذلك التحرك الحر للبضائع والخدمات في إطار المنطقة الحرة الإفريقية، فمسألة الغذاء تتمثل بالنسبة لنا أنه مثلا لا توجد عندنا مشاكل بالنسبة للغذاء، فإننا مصدرين لها يعني الذرة واللبن والموز والفواكه والشك والسمك والكساوة والقهوة والشاي والكاكاو والفانيليا، إنما تنتج في بلادنا على نطاق واسع. فيمكن القول إنه عندنا إمكانيات كثيرة من غير الري، ففلاحون أو مزارعون لا ينتجون كثيرا من الموز، إنما بفضل الري ضاعفنا هذا المؤشر. فهناك كميات كبيرة من المأكولات التي ننتجها من أمثال الحبوب
لحوم الخلية من الكوليسترين والموز والزبادي والأسماك المفيدة بالنسبة لعلاج بعض الأمراض والأنواع الأخرى من الأغذية وما إلى ذلك. فعندنا مشكلة السوق أيضا، فالدول الأفريقية بعضها تنتج الكميات الكبيرة من الأغذية إنما لا تستطيع أن تصدرها. فبإمكاننا أن ننتج القيمة الإضافية في أفريقيا أنفسنا، والذي سيولد الوظائف الجديدة من أجل الشباب الأفريقي العادل الذي يحاول أن يصل إلى أوروبا. وهكذا بإمكاننا أن ننتج الكهرباء والذي سيؤدي إلى تصحيح الاقتصاد داخل بلادنا. فنعكف على إقامة منطقة الاقتصاد الحرة والتي قد تشمل أكثر من 1.5 مليار نسمة، فقريبا ستصل أهالينا إلى أكثر من 1 مليون نسمة. وحاليا فإفريقيا لها نقص في السكان، فبالرغم من أنه قد نشأ الهومو سابينس في إفريقيا، فحاليا بفضل الطب المعاصر فلأول مرة في تاريخ البشرية فإفريقيا قد تضرب الأرقام القياسية من حيث عدد السكان. فلا نقبل أي حروب سياسية أو إيديولوجية. فعلى مدى التاريخ البشري كنا نشاهد مختلف الشعوب الحروب العقائدية في أوروبا، فإنهم كانوا يفصلون بين المؤمنين وغير المؤمنين وبين الكاثوليك والبروتستانت. فإلى ماذا قد أدى ذلك؟ فإنهم قد خسروا. ماذا حصل بالإمبراطورية النمساوية وأحلافهم المقدسة التي حاولت نشر مبادئ الإقطاعية والكاثوليكية؟ انظروا إلى الثورة الفرنسية وهي الثورة البرجوازية. فأما الأسترو النمسا المانجر فإنها كانت مع مبادئ الإقطاعية. فهذه الحروب والثورات كانت رأسمالية، يعني غير عادلة. فنتيجة النضالات ضد الاستعمار فإننا كنا نناهض ذلك، فإننا نسعى إلى القدم. شكرا. التجارة بالعبيد تصنف بأنها جريمة، الكل يوافق على ذلك وكانوا متوافقين على ذلك عندما كان يجري النضال من أجل الاستقلال. الشيء الثاني هو تسلم الراية غير كاف، فالحفاظ على سيطرة بعض البلدان على الشؤون المالية والتقنيات والمجال الرقمي وفي مجال الغذاء، كل هذا أمر غير مقبول ولابد للتصدي لذلك. العديد من الحضور يعرفون أن لا الاتحاد السوفيتي ولا روسيا لم توافق على أنه لابد من الشراء
المواد الخام من أفريقيا، وإنما أو تزويدها بمواد الخام، وإنما تنويع منتجاتها. شكرا جزيلا لكم. الكلمة الآن لرئيس كونغو السيد ساسون نجيسو، فليتفضل. مشكورا. فخامة الرئيس روسيا الاتحادية، فخامة رئيس الاتحاد الافريقي، رئيس اتحاد جزر القمر، سيداتي وسادتي، اصحاب الفخامة، رؤساء الدول والحكومات، السيد رئيس هيئة الاتحاد الافريقي، السيدات والسادة، إن وفدنا يعبر عن جزيل شكره على حسن الاستقبال الذي لقيه هنا. نحن سعداء جدا للمشاركة في القمة الثانية روسيا إفريقيا. أود أن أعرب عن جزيل شكري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين على حسن الاستقبال. إن القضايا التي نناقشها اليوم في هذه الجلسة إنها قبل كل شيء تتمثل في سعينا للسلام والأمن والتنمية. فكل عصر وعهد تاريخي عبارة عن حياة جيل واحد، ولكل جيل تحدياته. نحن تحدثنا في إفريقيا دائما عن الوحدة، وكنا نناضل ضد الاستعمار سابقا، كما كنا نناهض أو نناضل ضد الأبارتهايد أو التمييز العنصري للحصول على الاستقلال. وفي هذا النضال كانت إفريقيا قد تمتعت بدعم من قبل الاتحاد السوفيتي السابق، بدعمه في النضال من أجل الاستقلال، وكل هذا كان يندرج في استراتيجية التضامن. سابقا كان هناك اسم آخر، وهو الأممية. للحصول على الاستقلال بشكل تام كانت البلدان الإفريقية بحاجة إلى النخب المهنية ذات اختصاصات معنية، وآنذاك قدم الاتحاد السوفيتي دعما كبيرا، فالملايين انفقت على إعداد الخبراء من الدول الإفريقية. آلاف المحن الدراسية تم تلقيها من الاتحاد السوفيتي السابق. هدفنا اليوم هو التنمية من أجل الرفاه لما يربو على ملياري إفريقي، وهذا العدد نتوقعه بحلول 2050. اليوم كما هو الحال في يوم أمس في النضال من أجل التحرر، الحديث يدور عن كوننا نناضل من أجل التنمية، وإفريقيا لا يمكن أن تستغني هنا عن مساعدة ودعم أصدقائها وشركائها. العالم تحول اليوم إلى قرية عالمية، جميعا نعيش معا. فخامة الرئيس، اليوم فإننا نؤكد أنه لا يمكن تصنيع قارتنا بدون تغطيتها بالشبكة الكهربائية. تتذكرون طبعا الشعار العظيم لزعيمكم السابق الذي قال إن الاشتراكية إن هي السلطة السوفيتية زائد كهربة
بلادنا. وفي غضون ذلك فاليوم 600 مليون إفريقي، 600 مليون إفريقي يعيشون بدون الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، في معرض الحديث عن منطقة التجارة الحرة وعن التنقل الحر للناس والبضائع والخدمات، لابد من القول إن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق بدون النقل بالسكك الحديدية والبحر والمياه والمطارات والتنمية والاتصالات. فالمنطقة الإفريقية للتجارة الحرة إنها تجسد مثل هذه الرؤية للمستقبل، لكن تحقيق خطط التجارة الحرة أمر ممكن فقط بالاستناد إلى بنية تحتية مطلوبة، وهذه الاستثمارات غالية الثمن. وإذا كنا نحاول أن نحقق هذه الأهداف بمفردها أو كل بلد بمفردها، فهذا عمل شبيه بالانتحار. فتحقيق خطتنا لا يمكن أن يتم إلا بتوحيد الجهود في إطار المنظمات الإقليمية أو غيرها. فمساعدة أفريقيا من قبل روسيا تتمثل في الشراكة الاستراتيجية، ونحن ندعو إلى إقامة التعاون الاستراتيجي المتبادل النفع على الدول الإفريقية. أن نركز على تحديد أولويات البنية التحتية، وحولها سوف يجري أو تجري المباحثات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاصة. قد تكون هناك أشكال مختلفة، منها امتيازات وقروض لفترة طويلة الأجل، قد تكون هناك مصادر مختلفة للتمويل. أفريقيا لا يمكن أن تتطور إلا بشكل موحد ووسط جهود مشتركة. نحن بحاجة إلى مشاريع ضخمة عملاقة، لا نتوقع السخاء من قبل أحد. نحن لا نقف ممدود اليدين، فللتعاون الروسي الإفريقي مستقبل واعد في إفريقيا وثروات هائلة. رؤيتنا للتعاون رؤية واسعة، ونحن نقوم بذلك من أجل السلام وفي إطار الثقة المتبادلة بين الشركاء، ما يسمح لنا بتنفيذ التعهدات والمبادرات. وعند الحديث عن السلام في إفريقيا، يجب القول أننا نسعى للسلام، ونتمنى أن يسود السلام القارة الأوروبية. فمرة أخرى أدعو إلى إنهاء الصراع الروسي الأوكراني. هناك حكمة إفريقية يقال إن العشب يتضرر بالفيل الذي يمشي عليه. المقصود طبعا بهذا المثل التربة الزراعية، وهي قضية متعددة الأطراف. إن سكاننا تطالب العديد من الصعوبات والمشاكل. بالعودة إلى الصراع الروسي الأوكراني، فإن المبادرة الإفريقية تستحق الاهتمام.
وتستحق اهتماما بالغا. لا يمكن أن نقلل من شأن هذه الاتفاقية. لذلك أنا أؤيد ما قاله فخامة الرئيس بوتين في هذا الشأن مرة أخرى ومن جديد. أود أن أقول أننا ما زلنا متفائلين. لدينا عديد من المشاكل ونحن نناقشها في هذه القمة. ومرة أخرى ندعو إلى إحياء السلام في أوروبا. شكرا جزيلا. هذا الموضوع بالغ الأهمية وطبعا نحن سنناقشه اليوم. سنخصص وقتا اليوم فيما يتعلق بالسلام، فهو أساس لأي تنمية. لكني أريد أن ألفت النظر إلى أمور تطرق إليها السيد المتكلم الآن. البنية التحتية وإعداد الكوادر. البنية التحتية مهمة جدا للتنمية، ولابد من أن نلفت الاهتمام لدى روسيا اختصاصات في تطوير أي بنية تحتية. وهذه الاختصاصات فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، فخامة الرئيس عثمان غزالي، رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي، أصحاب الفخامة رؤساء دول وحكومات قارتنا الإفريقية، السيدات والسادة، أود في البداية أن أعرب لفخامة الرئيس بوتين عن تقديرنا البالغ لحفاوة الترحيب وكرم الضيافة. ويسعدني أن أتوجه اليوم في الدورة الثانية للقمة الروسية الإفريقية التي تشرفت إلى جانب الرئيس بوتين بإطلاق نسختها الأولى بشكل مشترك عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث صاغ هذا المسار إطارا مؤسسيا مستداما يليق بحجم وعمق الشراكة التاريخية التي تجمع بين الدول الإفريقية وروسيا. وتأتي قمتنا اليوم في ظرف دولي بالغ التعقيد، مناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية والتي يبني على أساسها نظامنا الدولي بمفهومه الحديث. وتقف دولنا الإفريقية في خضم ذلك لتواجه عددا ضخما من التحديات التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمال مسارها التنموي، وإنما تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة. وبحيث باتت شعوبنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات للتصدي لهذه التحديات وتأمين مستقبل آمن لهم. السيدات والسادة، إن مصر كانت دوما رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع. واسمحوا لي في من هذا المنبر وبمناسبة قمتنا اليوم أن أطرح عليكم رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن وكذا أهم المحاور التي نقدر أهمية التركيز عليها كأساس لتعميق التعاون القائم تحت مظلة شراكتنا الاستراتيجية. أولا، إن الدول الإفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي، تنشد السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولا، وتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة. ثانيا، إن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات لا سيما تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول، وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإزكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب، ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج أليات النظام الدولي متعدد الأطراف. ثالثا، ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية
وعلى رأسها دول القارة الإفريقية فيما يتعلق بتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة. وأؤكد في هذا الشأن أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز هذه الأزمة، مع البحث عن آليات التمويل المبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا. وأنني لا أتطلع إلى التوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحهم، وهذا حدا للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب. رابعا، تحتم التطورات الدولية المتلاحقة وتداعياتها التي باتت تمس كافة أرجاء عالمنا وجود صوت إفريقي مؤثر وفعال داخل المحافل الدولية القائمة، وبما يعمل على إيصال موقف الدول الإفريقية ويحقق القدر المطلوب من التوازن عند مناقشة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالحها. وأنني أعرب هنا عن تطلع مصر أن تحظى المطالب الإفريقية في إطار مجموعة العشرين، وكذا مساعي إصلاح المؤسسات التمويلية الدولية بدعم الشريك والصديق الروسي. السادة الحضور، إن الوثائق التي ستصدر عن قمتنا اليوم تثبت وبحق عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط المهمة التي تجمع دولنا الإفريقية بالجانب الروسي، فضلا عن الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات القائمة بيننا، لا سيما في مجالات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها تعزيز السلم والأمن ومكافحة مهدداته، وكذا تفعيل مسارات التنمية الاقتصادية بالتركيز على قطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي بالاستفادة من التكنولوجيا الروسية. هذا بالإضافة لتعزيز الصلات الثقافية والروابط التاريخية بين شعوبنا. وأنني أؤكد في هذا الصدد التزام مصر باستمرار انخراطها بشكل جاد ومخلص في جهود تعميق شراكتنا الاستراتيجية، إيمانا بالفرص ومساحات التعاون الواسعة القائمة في إطارها، وذلك من خلال تسخير الأدوات والإمكانات المصرية على المستوى الوطني عبر تفعيل التعاون القائم بين الشركات المصرية ونظيراتها الروسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعلى المستوى القاري، من خلال رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد، وكذا ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي لتدعيم جهود تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية. وختاما، أتقدم بالشكر مرة أخرى لروسيا ولفخامة الرئيس بوتين على عقد هذا المحفل، وأعرب عن التطلع لاستمرار التنسيق في إطار الشراكة المحورية القائمة بيننا، متمنيا للشعب الروسي وكافة الشعوب الأفريقية دوام التقدم والازدهار، وشكرا. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Отношения между Россией и Египтом носят на протяжении десятилетий стратегический характер. И это просто факт жизни. Неважно даже, что написано в наших документах, хотя там как раз так и написано. Но по факту жизни отношения между Египтом и Россией носят действительно стратегический характер. И в области политики, и в области экономики. У нас много больших общих проектов. Я сейчас хочу опять вернуться к тому, о чем здесь мой друг и коллега сказал по поводу продовольственной политики. И дефицитов, и цен, и так далее. Я уже говорил, и хочу просто повторить. Ведь сложности в продовольственном и энергетическом рынках мировых возникли не вчера и не за ситуации с Украиной. Они начали возникать в ходе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Когда многие страны, в том числе индустриально развитые страны, закрывая предприятия по санитарным соображениям, они вынуждены были... Я Фахамат ар-Раис. Отношения между
فإن العلاقات بين روسيا ومصر على امتداد العقود لها طبيعة استراتيجية، هذا أمر واقع، فلا يهمنا ما تنص عليه الوثائق، يهمنا الحقيقة والأمر الواقع الذي يقول إن العلاقات الروسية المصرية هي العلاقات الاستراتيجية في مجال الاقتصاد والسياسة، لدينا المشاريع كبيرة مشتركة. فأريد أن أعود إلى ما تطرق إليه زميلي بخصوص سياسة وبرامج الأغذية، العجز في الأغذية والأسعار. أريد أن أكرر الصعوبات في الأسواق الطاقة والأغذية ظهرت ليس الأمس وليس على خلفية الأزمة الأوكرانية، بل ظهرت في أثناء مكافحة وباء كورونا، عندما الكثير من الدول المتقدمة صناعيا من خلال إغلاق ووقف عمل المصانع بالأسباب الصحية البيطرية اضطروا إلى دعم مواطنيهم وسكانهم. ولكن بأي طريقة في نهاية المطاف اختاروا طريقة طباعة وتداول المال النقود. في أمريكا كانت بالمقاييس الجبارة، وفي الاتحاد الأوروبي شوي أقل، فإن الأوراق المالية المطبوعة استخدموها لشراء المواد الغذائية في الأسواق، لذلك الأسعار ارتفعت. ذلك مرتبط بالسياسة غير المحسوبة وغير المدروسة بدون أي حجج للاعتقاد بفعالية هذه الممارسات، تبعوا هذه الممارسات، وفي نفس الوقت في الطاقة لجأوا إلى موارد صديقة للبيئة خضراء بسياسة غير المدروسة والخطة غير المدروسة، وذلك عكس على أسعار الطاقة. هذا خطأ بعد خطأ، أشياء جذرية هيكلية قلبت الأمور رأسا على عقب في سوق الأسمدة وسوق الطاقة. ها هو السبب لارتفاع الأسعار في جميع المجالات. ما يحدث الآن في أوكرانيا ذلك عمل محفز لما يحدث، ولكن السبب الحقيقي والجذري هو في الممارسات النقدية والسياسات النقدية المالية، سياسات في مجال الطاقة غير المحسوبة في دول الغربية. ها هو السبب لارتفاع الأسعار بما في ذلك في سوق الأغذية. وطبعا علينا أن نفكر عما هو على السطح، أقصد بذلك الأزمة الأوكرانية، ونحن سنناقش ذلك لاحقا. شكرا على خطابكم، والآن أنقل الكلمة إلى رئيس دولة إريتريا إسياس أفيفوركي، تفضلوا. يا فخامة الرئيس، رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، أود أن أشكركم على فرصة إلقاء الخطاب. فإن كلمات للرؤساء الذين تقدموا بها قبلي تخص القضايا الهامة لقمتنا روسيا أفريقيا اليوم، وهي هامة جدا للقارة الأفريقية أيضا. فأريد أن أولي اهتماما للعملية التي تجري اليوم من خلال المشاورات. نحن نعمل على التوصل إلى حل وسط وقرار إجماعي
فالآن تجري المرحلة الثانية لقمة روسيا أفريقيا، فأتوقع أنها تسلط الضوء على أسس لشراكتنا الاستراتيجية، ومن خلال هذه الشراكة علينا أن نأخذ بعين الاعتبار المسائل الهامة التي تتصدر أجندتنا اليوم. فأنا أقترح تشكيل آلية لوضع وثيقة من شأنها تحتوي على استراتيجية تطوير التعاون بين روسيا والقارة الإفريقية، فإن هذه الاستراتيجية عليها ألا تكون أساسا عاديا للتعاون. نحن نحتاج إلى مزيد من ذلك، نحتاج إلى المجالات المحدودة للتعاون في إطار هذه الاستراتيجية. علينا أن نبلور ورقة للمشاريع المحددة في كل قطاع على حدة. نحن نحتاج إلى بلورة الخطط واسعة النطاق تأخذ بعين الاعتبار التفاصيل الدقيقة. علينا أن نقوم بتعبئة الجهود، فأعتقد بأن روسيا أفريقيا والصين والشركاء الآخرون خارج المنطقة مثلا أمريكا اللاتينية وآسيا عليها أن تعمل على بحث عن هذه المشاريع. فيما يخص الخطة فهي كلها تتطلب الموارد، فيمكنني أن أقول أنه في هذه القارة أكثر من 60% من الموارد العالمية يمكن أن نستفيد منها، أن نقوم بتعبئتها في صالح مشاريعنا في الصناعة في قطاعات أخرى أيضا. حان الوقت لتنفيذها، حان الوقت لاستغلال مواردنا. فإنني على يقين من أن لدى روسيا الاتحادية كافة القدرات الانتاجية والصناعية لتقديم الدعم ومعونة لهذه الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإفريقيا، وأيضا للقارات الأخرى التي تنوي إلى المشاركة في تحقيق أهدافنا. ولكن أولا علينا أن نرسم وثيقة خاصة، ربما يمكننا أن نقيم قمة أخرى ممكن في السنة القادمة، ولكن بحلول ذلك الحين علينا أن نمتلك رؤية واضحة فيما يخص كل قطاع، وأن نحدد الأسقف الزمنية لتنفيذ المشاريع. علينا أن نفكر في وسائل المالية الصناعية، كل الإمكانيات المتاحة ومتوفرة لدينا، فعلينا أن نستغلها ونستفيد منها من خلال الآليات لتنفيذ كل مشروع على حدة. على هذا النحو سنتمتع بالنهج الشمولي، ذلك كل شيء يتطلب عملا كبيرا وحتى تعديلا في بعض الأحيان في كافة المستويات الحكومية والخاصة. فأريد أن أضيف أن روسيا الاتحادية قد تستطيع أن تقدم دعمها، أن تساهم من خلال تحديد الاستراتيجية، بلورة الخطة الملموسة، والعمل على تحديد الأهداف المرجوة. بوجه خاص لابد أن تكون هذه الخطة مفصلة جدا في مجال التنمية التكنولوجية مثلا. وإضافة إلى ذلك علينا أن نبلور الأسقف الزمنية والجداول للمشاريع. على هذا النحو يمكن لكل شريك في أي قارة أن يتقدم بمساهماته وأن تشارك
في الماضي قدما جنبا إلى جانب مع الشركاء الآخرين. بعد 25 سنة سيكون تعداد السكان في أفريقيا 2.5 مليار نسمة، فعلينا أن نحل المشاكل على أي حال، فأفضل شيء نقوم بذلك مسبقا، فعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار تحديات المستقبل، فممكن في القمة القادمة علينا أن نكون مستعدين للعمل في هذا المسار، عمل على المشاريع، عمل على تعبئة الموارد. فنحن نتمنى بأن هذه القمة ستكون ناجحة. ومرة أخرى فخامة الرئيس، شكرا لكم على خلق هذه الظروف وأمزجة طيبة لتبادل الآراء لبلورة حلول الوسط لرسم البرامج المستدامة لإفريقيا وللإنسانية. أنا أتفق معكم، إذا ما فكرنا في المنظور البعيد أو المتوسط فلا يمكن أن نبلور أو نرسم الاستراتيجيات. فإيجاد آلية للشراكة الاستراتيجية علامة هامة جدا، مثل علامة الإرشاد تقودنا في سيرنا إلى الأمام. وإذا أنتم اقترحتم مقارنة هذه الاستراتيجية وعلاقة شراكة الاستراتيجية بعلاقاتنا ذاتها مع القارات الأخرى، فقد تكون منصة جيدة التعاون مع بريكس، مجموعة بريكس. فنحن سنحاول، فهنا فخامة الرئيس جنوب أفريقيا موجود هنا، ونحن سنحاول أن نقوم بالتحليل اقتراحكم فيما يخص مثلا التعاون بين قمتنا ومجموعة بريكس، وذلك مهم وصعب يعني في نفس الوقت، ولكن يمكننا أن نبدأ التفكير بهذا الموضوع الآن. تفضل، أنقل الكلمة لفخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو عمار سيسوكو إمبالو. تفضل يا فخامة الرئيس. سباسيبا دروك سيور بريزيدنتي فلاديمير بوتين. يا فخامة الرئيس المحترم روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، أيها رؤساء الحكومات والدول، يا فخامة السيد غزالي عثماني، أيها قادة الدول الأفريقية، يا رئيس الاتحاد الأفريقي، يا رؤساء الوفود الأفريقية الممثلين على المؤسسات والمنظمات الدولية، أيها ضيوف الكرام، أيها السيدات والسادة، قبل كل شيء أريد أن أتوجه بعبارات الشكر العميق من صميم القلب لفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين وحكومة روسيا الاتحادية. نشكركم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي تمتعنا كلنا بمدينة سان بطرسبورغ، وأنا شاكر لإدارة مدينة سان بطرسبورغ على العمل الجبار والناجح في تنظيم قمتنا. سان بطرسبورغ التي سميت سابقا لينينغراد، هذه المدينة مرتبطة بصلة الرحم مع التاريخ، فهذه المدينة عانت من الهجمات الشرسة في أثناء أيام الحرب العالمية الثانية، فأتت مثالا للدول الأخرى التي نهضت من أجل النضال لحماية أوطانهم. أيها رؤساء الدول الأفريقية، في هذه الأيام فإن فعلتين دوليتين تتشبع بمعنى ومغزى بالقرارات. ففعالية أولى منتدى الشراكة الروسية الأفريقية الذي أقر خطة عمل مشترك لفترة 2023-2026، واليوم
يوم قمة روسيا أفريقيا، فإن هدف منتدى والقمة استئناف وتوطيد الاتصالات التاريخية العميقة التي في الجزء الثاني من القرن العشرين حددت سير الشعوب الأفريقية صوب الحصول على الاستقلال. يا فخامة الرئيس، أيها ضيوف الكرام، فإن وفد لغينيا بيساو وصل إلى مدينة سان بطرسبورغ وهي حذرت واجب البيت. نحن حددنا الأولويات لأعمالنا وهي التعاون مع روسيا في ثلاث مجالات الهامة لتنمية غينيا بيساو: التعليم، مشكلة الشباب والرياضة، استخراج الثروات الطبيعية، قبل كل شيء موارد الطاقة، بنية تحتية لمجال صيد السمك. وطبعا فإن حكومة غينيا بيساو ستتعاون مع حكومة روسيا الاتحادية على أساس الثنائي ومن خلال المؤسسات المتعددة الأطراف وفق خطة عمل الذي أقره منتدى الروسي أفريقي الاقتصادي الإنساني. وأنا أيضا استطيع أن أقول أننا سنستفيد من كافة القدرات لعلاقاتنا. شكرا لكم يا صديقي العزيز، أنتم أشرتم إلى ثلاث مكونات هامة: تعليم وطاقة وصيد السمك. صيد السمك يعني الأغذية. في جميع هذه المجالات لدينا قدرات وكفاءات لا بأس بها وجيدة، ونحن سنعمل إذن معا، وأنا أدعم اقتراحكم. فأنا أنقل الكلمة لرئيس المجلس الرئاسي فخامة محمد المنفي. صاحب الفخامة السيد فلاديمير بوتين رئيس الاتحاد الروسي، صاحب الفخامة السيد غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي، أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، معالي السيد موسى فقي رئيس فوضية الاتحاد الأفريقي، السيدات والسادة، يسعدني أن أعرب عن شكري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين على استضافة هذه القمة المهمة وعلى حسن الاستقبال. بالقدرنا за гостеприимство и прекрасная организация этого мероприятия. طموح في أن تمثل فرصة للتأكيد على عمق العلاقات بين الاتحادين وتعزيز الإرادة الأفريقية الجماعية والقطرية. مشترك في مجالات الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي وتوفير خطوط تمويل تحتاجها أفريقيا بالإضافة إلى مواردها الذاتية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة فيها. إن نمو أفريقيا القارة الغنية بالموارد والثروات الطبيعية سينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول الأخرى، وهو ما يستوجب من جميع شركائنا تغيير أنماط التعاون السائد، بحيث تحل الشراكة محل التبعية والتوازن محل الاختلال، خاصة ما يتعلق بأسعار المواد الأولية مقابل أسعار المنتجات المصنعة، والتمويل المشترك محل القروض المكبلة والمثقلة لميزانيات البلدان الأفريقية إلى الحد الذي يجعلها رهينة لسداد القروض وفوائدها بدعوى ارتفاع المخاطر، وهو ما يؤدي إلى تآكل الدخل القومي الذي يجب أن نواجهه أو يوجهه إلى التنمية ورفع مستويات المعيشة. السيدات والسادة، إن الإسراع في المساهمة في مشروعات البنية التحتية مثل تشييد الطرق والسكك الحديدية والسدود والصناعات التحويلية وزيادة المساحات